تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، أبرمت وزارة الإسكان وشركة ديار المحرق اتفاقية ستقوم بموجبها الوزارة بشراء 3100 وحدة سكنية من ديار المحرق بقيمة 276 مليون دينار بحريني ليتم طرحها ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي. ويقع الموقع المخصص لبناء الوحدات السكنية محل الاتفاق في جنوب ديار المحرق وعلى مقربة من مشروع بيوت الديار على مساحة تبلغ 1,175,000 متر مربع. وستتكفل ديار المحرق بأعمال التشييد والبناء التي من المقرر أن تبدأ في أكتوبر المقبل، إضافة إلى تكاليف البنية التحتية الرئيسية والثانوية والمرافق الخدماتية. وستكون وحدات المشروع جاهزة للسكن بحلول ديسمبر 2019. وقد أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة أن توقيع اتفاقية بهذا الحجم بين القطاعين العام والخاص يعد باكورة تمهد للدخول في شراكات مماثلة في المستقبل المنظور مع شركات التطوير العقاري الخاصة والراغبة في المساهمة بفعالية في إنجاح المساعي الصادقة نحو تحقيق رؤى عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة بتوفير السكن اللائق بالمواطن البحريني من جهة، والعمل على الإسراع من وتيرة تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية من جهة أخرى، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل فترات الحصول على الخدمة الإسكانية. ودعا معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة وزارة الإسكان إلى الدخول في مزيد من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص على نحو يواكب الطلب المتزايد على الخدمات الإسكانية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المجال مفتوح على الدوام أمام المصارف والبنوك للتحالف مع وزارة الإسكان من أجل تمويل مثل هذه المشروعات، وأمام شركات التطوير العقاري الراغبة في الاستثمار في هذا النوع من الأنشطة التجارية التي تخلق حركة مستمرة في السوق العقارية المحلية وما يرتبط بها من مجالات عمل أخرى. دشنت وزارة الإسكان برنامج تمويل السكن الاجتماعي في نسخة التجريبية في عام 2013، ونظرا للنجاح المنقطع النظير لهذا البرنامج، اندفعت الوزارة إلى البحث عن سبل لإيجاد أو تعزيز المعروض من الوحدات السكنية، وهذا طبعا هو محور الشراكة مع ديار المحرق، ان احنا نسعى من خلال هذه الشراكه ان نزيد المعروض من الوحدات السكنيه بشكل كبير لتاحت اكبر عدد من المواطنين او المستفيدين الدخول من خلال برنامج تمويل السكن الاجتماعي، اللي حقيقه احنا نرى ان هذا البرنامج خلال العام القادم او اللي بعده بيكون خدمة أساسية في وزارة الإسكان. هذا المشروع في ديار المحرق راح يفتح شهية مستثمرين آخرين، وإحنا كمان على أن نتوسع في الاستثمار في ديار المحرق، فيها مجالات كثيرة، لكن راح تكون هذه بداية ممتازة وموفقة إن شاء الله، ونتوقع مشاريع من قبل بيت التمويل ومن قبل المستثمرين الآخرين في ديار المحرق تنمي الاقتصاد البحريني وبناء بيوت إسكان أكثر، وأتمنى للمشروع التوفيق إن شاء الله كله بدعم القيادة السياسية. والله المراحل بتكون إن شاء الله في خلال 3.5 سنوات اكتمال المشروع بالكامل، بيكون في تسليم ما يقارب 1000 وحدة سنويا لوزارة الإسكان بما فيها سكن الاجتماعي وبيوت السكن الاجتماعي اللي هي خاضعة لقانون التمويل أو اللي هو قانون التمويل الاجتماعي.